نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا مصورا يسلط الضوء على الانتشار الواسع لمعارض السلع والمنافذ ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم. واستعرض تقرير الانتشار الواسع لمعارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان ومعارض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى انتشار أكثر من 500 معرض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية. في معرض أهلا رمضان بيتعمل كل سنة، وأنا فعلا بحب أجي المعرض ده اللي هو بيبقى قبل رمضان على طول. يعني ده بيتعمل في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر. المعرض فيه السكر والرز أرخص من برة 35 و40%، كيلو السكر برة ب22 جنيه، هنا ب14 ونص، كيلو الرز برة ب23 جنيه و25 جنيه، هنا ب14 ونص، بناخد ازازة الزيت ب35 جنيه، بره ب55 و60 جنيه، ومش في الجودة دي. فرق كبير جدا ما بين بره وما بين هنا، وبقول لحضرتك بستناه من السنة للسنة عشان اجيب حاجات رمضان كلها، ده انا بشيل ميزانية مخصوص. بدل ما اجيب فرخة ب150 جنيه من بره، انا هجينا اجيب فرختين بمام فرخة، اللحمة 2 كيلو لحمة هنا بمام كيلو بره. لا، الاسعار هنا في راس بجد. انا اول مره اجي وجبت حاجات بتاع خزي رمضان كله، الحمد لله. الاسعار معقوله وتمشي ومناسبه لكل الناس، محدش هيختلف عليها. الحاجه ب 60 هنا بنلاقيها ب 35 بمنتهى الامانه، الحاجه اللي هي ب 18 جنيه هنا بنلاقيها ب 14 جنيه ونص، زي السكر زي الرز، الحاجات دي كلها انا جربت. وفي مكرونات جبتها والله العظيم 300 جرام السعر بتاعها ب 4 جنيه ونص، أنا مش مصدق. إعلان السعر على المنتج بيريحني أنا كمواطن. الحاجة كويسة الحمد لله، رز موجود والسكر موجود والزيت موجود، والأسعار أحسن من البركات. يعني السوبر ماركت الكبير كله غالي، هنا ما شاء الله السكر ب 15 جنيه، الرز ب 15 جنيه، الزيت بيبتدي من 30 جنيه لحد زي ما انت عايز. أول مرة أشتري من المنفذ، بصراحة الأسعار حلوة جدا. أنا جايبة اللحمة العرق فريتو ب 160، والانتركوت ب 160، أحسن كتير من الجزار طبعا. أنا معدي بالصدفة لقيت أسعار ما تخيلتش الأسعار ديت. والله اشتريت سكر واشتريت زيت واشتريت رز، والاسعار فعلا اسعار جميله جميله جميله. لقيت فعلا فرق في اسعار اللحمه، اسعار الحاجات اللي تخص السوبر ماركت، الدقيق، السكر، الزيت، بجد فرق كبير. انا جاي للحوم، يعني اتفاجئت ما شاء الله، الله اكبر، الحاجه فوق الممتاز والسعر ممتاز جدا. فرق بره مش اقل من 40% او 35%، زائد جوده الحاجه باللي انت بتطلبه بالكيفيه اللي انت عايزها. الصراحه الناس خدمتنا جامد جدا جدا، والمنفذ رائع. انا بشكر المسؤولين في الدوله ان هم بيعملوا حاجه زي كده للشعب وبالنسبه للناس اللي هي متوسطه تمام. والمبادرات جميله جدا، يعني كلنا واحد، مبادره حلوه جدا، واهل رمضان برضو مبادره كويسه، فهي بتساعد الناس اللي هي حالتها متوسطه. بالنسبه للاسعار والتواجد الاصناف والكلام ده كله، هي كل حاجه هنا متاحه يعني، والاسعار كويسه جدا احسن من بره. يعني اسعارها حلوه جدا وفيها مميزات كتير مش موجوده في الماركات اللي بره. فيها السلع كلها متوفره، سواء زيت، سكر، احتياجات الاساسيه لكل بيت. فيها اسعارها حلوه جدا، واتمنى تفضل على طول يعني مكمله. احنا داخل علينا رمضان، والحاجه اللي احنا اللي موجوده كلها زيت، سكر، رز، الكلام ده كله مطلوب اكيد في رمضان يعني. انا بنصح كله اصلا يجي عشان خاطر مبادره كلنا واحد. الاسعار منخفضه هنا جدا جدا والله، من اسعار قليله عن بره، فانا وعيلتي كلها اصلا جايين هنا، وان شاء الله كلنا ناخد حاجه رمضان من هنا برضه.